السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور السلاو معكم من ICT Task Force، والحلقة الأولى أو الدرس الأول من كورس اللغة الإنجليزية الأساسي English Essential Course، اللي هسه راح احنا نتناول بها الحديث عن كيفية الانضمام لصف الكورس في جوجل Classroom، وكذلك لكيفية التسجيل والانضمام إلى صف الكورس في منصة دولينجو، وما هي منصة دولينجو وشلون نتعامل ويا منصة دولينجو وشلون نحصل على النقاط وشلون نبدي ندرس في منصة دولينجو. فتابعوا وياي هذه الحلقة. بالمناسبة فالار مورغوليس اللي قاري رواية أغنية الجليد والنار أو مشاهد مسلسل صراع العروش يعرف شنو معنى هذه الجملة فالار مورغوليس باللغة الفاليرية اللي هي اللغة الخيالية الموجودة بالرواية، واللي معناها all men serves أو all men must serve، يعني معناها كل الرجال يجب أن يخدموا. فبالبداية حتى نسجل في منصة جوجل كلاسروم، طبعا نقدر نكتب بالجوجل في خانة البحث جوجل كلاسروم، او نروح للرابط اللي موجود امامكم حاليا واللي راح تلقونه تحت اسفل في خانة الوصف اسفل هذا الفيديو. فنضغط على هذا الرابط، بعد ان نضغط على هذا الرابط نسجل، طبعا نسوي تسجيل دخول بحسابنا في الجيميل. إذا أنت عندك حساب في الجيميل فراح تطلع لك هذه الصفحة، أو إذا أنت ما عندك حساب بالجيميل ممكن أن تسوي حساب بالجيميل في يعني خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق، مو صعب هو. فلذلك روح لحساب، نختار الحساب نسجل به أو نسوي ساين إن. بعد ما سوينا ساين ان راح تطلع لنا الصفحة الرئيسية لجوجل كلاس روم. طبعا احنا ما عندنا صفوف حاليا، ما منضمين لأي صف، لذلك الصف اللي راح ننضم اليه اللي هو صف صف الكورس، كورس الانجليزي الاساسي، نضغط على هذه علامة الزائد، او اذا كانت الصفحة او الواجهة اللي امامكم باللغة الانجليزية فايضا هي علامة الزائد هنا اللي هي create classroom او join classroom. فاذا ضغطناها تطلع لنا هذه الخيارات join to class، اذا كنت واجهتك باللغة الانجليزية join to class او create class. فاحنا عندنا class اصلا already موجود، فلذلك نضغط على انضمام الى الصف او join class. بعد ان نضغط على هذا الخيار راح تطلع لنا هذه النافذه اللي هي يقول يا بي انطوني رمز الكلاس اللي تريد تنضم له. طبعا رمز الكلاس مال يعني الصف، رمز الصف لكورس اللغه الانجليزيه هو هذا الرمز، هذا الرمز اللي واضح امامكم 1DXMYH اللي هو ايضا راح تلقونه في اسفل في خانه الوصف اسفل هذه الفيديو. فنقول له انضمام، بعد ان جار الانضمام للصف وحاليا انت منضم الى صف اللغه الانجليزيه، اول ما تنضم راح تطلع لك هذه الواجهه سواء كانت بالعربيه يعني او باللغه الانجليزيه، ساحه المشاركات او الواجب الدراسي او الاشخاص هنا. وهنا راح تلقون اول شيء راح تلقونه، اول منشور راح تلقونه بالصف اللي هو كيفيه الانضمام الى دولينجو، اللي هو راح يكون هسه راح نحكي عنه في الجزء الثاني من هذا الفيديو. الان بعد ان تم تسجيلك في منصه جوجل كلاس روم في صف ضمن صف الانجليش اسينشال كورس، هنا شباب هذه المنصه راح تكون هي المنصه الاساسيه لمتابعه المتدربين في الكورس اللغه الانجليزيه، مثل ما منصه التليجرام هي المنصه الاساسيه للتبليغات ونشر الفيديوهات. فمنصة جوجل كلاس روم هي اللي راح تكون بيها المنصة الأساسية واللي راح بيها يمنح المتدربين الدرجات والتقييمات اللازمة لاجتياز الكورس، لأن احنا عندنا راح تكون عندنا منصات متعددة،
هذه المنصات هي مثل منصة دولينجو، منصة فوسكرين، بالإضافة إلى فيديوهات على اليوتيوب. هذه الفيديوهات أيضا بها assignments، بها واجبات. هذه الواجبات عند تأديركم إلها راح تمنحون نقاط ودرجات راح تكون موجودة هنا على منصة جوجل كلاسروم، تقدرون تتابعونها. فبعد أن تم تسجيلك حاليا، اكتمل التسجيل، تقدر أن تنتقل. قبل أن تنتقل شباب، هو يعني أسأل الشرح هو حاليا على يعني على الحاسبة، على الكمبيوتر، فأنا أفضل أن يكون تسجيلكم وانضمامكم يكون عبر الحاسبة، وبعد ذلك أنت تقدر تنزل التطبيقات اللي راح نحكي بها. فمن خلال هذا الرابط اللي هو رابط الصف في منصة دولينجو، نقدر نضغط عليه راح يوجهنا إلى منصة دولينجو. طبعا من راح تتوجه إلى المنصة راح تطلع لك الصفحة الرئيسية للمنصة، ربما تختلف عن هذه قليلا، لكن لا مشكلة. أنت باعتبار حاليا ما مسجل في منصة دولينجو، منصة دولينجو هي أنا مثل ما قلت يعني يفضل أن تسجل بها عن طريق الحاسبة وبعد الحاسوب عفوا، وبعد ذلك بإمكانك تنزيل تطبيق دولينجو اللي هو متوفر على منصات أو متوفر على أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس، ومهما كان نوع جهازك، سواء كان يعني هاتف موبايل أو سواء كان تابلت أو آيباد، فأنت ممكن أن تنزل تطبيق دولينجو حتى تتابع الدروس اللي موجودة به، لكن التسجيل يفضل أن يكون عن طريق الحاسبة. فبعد أن دخلنا لهذه الصفحة، طبعا هنا لغة الموقع ممكن أن يطلع لك دولينجو باللغة الإنجليزية، ممكن أن تغير هنا لغة الموقع. هو إذا كان باللغة الإنجليزية مكتوب سايت لانجويج، هسه خلينا نغيرها ونشوف أنه مكتوب سايت لانجويج اللغة الإنجليزية. ممكن أن تسوي لغة الموقع اللي أنت تريد تتدرب عليه هو اللغة العربية، تختار من هنا اللغة العربية. بعد أن اختاريت اللغة العربية، أنت حاليا باعتبار ما مسجل قبل، راح تسجل تسجيل جديد، فلذلك تضغط على ابدأ. بعد أن ضغطت على ابدأ راح يوجهك إلى الأسئلة السريعة والقصيرة اللي الموقع يتطلبها من عندك. شنو تريد تتعلم؟ فأكيد إحنا رينا نتعلم اللغة الإنجليزية، فنضغط على هذا الخيار الإنجليزية. بعد أن ضغطنا على هذا الخيار راح يوجهنا إلى اختيار الهدف اليومي. الهدف اليومي هذا شباب، هذا الهدف اللي أنت ناوي تقضيه في دراسة اللغة الإنجليزية أو في التدريب على اللغة الإنجليزية. ممكن أن تختار الهدف اللي يناسب انشغالك اليومي أو يناسب ظروف اللي ممكن أن تدرس بها. فأنا أفضل أن تختار جاد اللي هي 15 دقيقة يوميا تقضيها على الموقع للتدريب على اللغة الإنجليزية، فممكن أن تختار جاد. بعد ذلك تضغط على تابع. هنا نجي إلى مسألة التسجيل. هنا أنت في أنت ما مسجل سابقا في منصة دولينجو، لذلك إذا تريد تنشئ حساب جديد ممكن أن تنشئ باستخدام الفيسبوك أو باستخدام حساب جوجل، يعني مباشرة بإيميل جوجل، أو تنشئ حسابا. إحنا نفضل أنه تضغط على إنشاء حساب من هذا الزر اللي موجود. بعد أن تنشئ الحساب هنا سن، تكتب السن، سنك، اسمك الاختياري باللغة العربية أو الإنجليزية، ما يهم، إيميلك، يفضل الإيميل اللي سجلت به باستمارة الكورس، والباسورد، وتقول له إنشاء حساب. بعد أن أنشأت الحساب هنا راح تظهر لك هذه الصفحة الرئيسية، واللي هي ممكن أن تظهر لك بالبداية أول ما تضغط على رابط هذا اللي موجود، ممكن تظهر لك الصفحة الرئيسية تقول له إنشاء حساب من هنا. لكن هسه احنا ظهرت لنا هذه الصفحه الرئيسيه اللي بها راح تبدي التدريبات. لاحظ هنا الدروس المتعدده، اساسيات، عبارات، ومهارات تتخطاها، طبعا انجازات ممكن ان تحققها. هنا الموقع هو عباره، طبعا منصه دولينجو هي عباره عن جيمز، يعني عباره عن لعبه ومسابقات، فالتعلم بها راح يكون جدا ممتع. ممكن ان تشوف وتطلع على اللي موجود حاليا.
وممكن أن تختبر تحديد مستواك أو تقدم مباشرة إلى الدروس. لكن قبل أن تتقدم مباشرة إلى الدروس يجب أن تسجل في الصف، لازم تسجل في صف الكورس. هذه حاليا حسابك عام شباب، حاليا أنت مسجل في دولينجو بحساب عام، ما حد راح يطلع على مستواك او يطلع على مقدار تقدمك. لذلك بعد ان تتمم عمليه التسجيل يجب ان تسجل او تنضم لصف الكورس. لا يمكن متابعه اي احد ما مسجل في صف الكورس، فهذه خطوه مهمه جدا. اول ما تكمل تسجيلك تطلع لك هذه الصفحه، تنتقل الى نهايه الصفحه راح تلقي هنا مدارس، أو تعود إلى المنصة، منصة جوجل كلاس روم، وتضغط على رابط حتى يوجهك مباشرة إلى الصف. بعد أن أكملت التسجيل هنا كامل، تسجيل كامل، بإمكانك أن تذهب إلى تضغط على مدارس، أو ترجع إلى منصة أو إلى منصة جوجل كلاس روم، ترجع إلى هذا الرابط نفسه. لاحظ هنا الرمز، هذا رمز الصف مال الكورس مالتنا. إذا تضغط على رابط راح يوجهك مباشرة من حسابك، راح تطلع لك هذه الرسالة: ينضم إلى صف دراسي، ستنضم إلى صف English Essential Course، وسيتمكن نوار السيلاوي من رؤية ما تفعله على دولينجو وإجراء تغييرات في حسابك. أو إذا ضغطت على مدارس فراح تطلع لك هذه القائمة اللي هي أنت تختار بها هل أنت student أو teacher. طبعا بما أنه أنت student حاليا فتضغط على student وتقول له continue، بعد ذلك راح يطالبك برمز الفصل. رمز الفصل شباب اللي هو هذا XYGXDX، تكتبه هنا وتقول له تابع، راح تنضم الى الصف الدراسي، الصف اللغه الانجليزيه الاساسي اللي احنا منشئينه. لكن احنا هنا بما انه انت باعتبار كملت تسجيلك ورجعت ضغطت هنا على رابط، فراح يطلع لك هذه انضمام اوتوماتيكي مباشره، تقول له تابع وراح تنضم بعد ذلك الى صف اللغه الانجليزيه الموجود على منصة دولينجو. هنا صف اللغة الإنجليزية مالتك تم انضمامك إليه. طبعا بعد أن تم تسجيلك والانضمام إلى الكورس راح تلقى في إيميلك رسالة من دولينجو بها روابط لتنزيل التطبيق على منصات ويندوز واي او اس واندرويد، وايضا بعض الارشادات. وايضا راح تلقى ما دام انت انضممت للكورس راح تلقى هنا مهام عندك، واجبات احنا مسوينها بالصف. هذا الواجب انه توصل مثلا، هنا هسه عندك واجب انه توصل الى هدف 20 نقطه خلال يوم واحد، فباستمرارك بالمهارات، تعلم المهارات والحصول على النقاط، ممكن ان تؤدي هذه المهمه او تؤدي هذا الاساينمنت وتكمله. وهناك اساينمنتات مختلفه، اساينمنتس مختلفه وواجبات مختلفه تظهر لك هنا في هذه الصفحه مرتبطه بالواجبات اللي احنا نعطيها لكم حتى تجتازون هذا الكورس. ممكن ان تنتقل الى اختبار تحديد المستوى، تحدد مستواك، او ممكن ان تنتقل الى اول درس تاخذه في منصه دولينجو. وهذا الدرس هو راح نبدي به هسه حاليا، راح نعرف انه شلون نتعامل مع دروس منصة دولينجو. طبعا هذه الدروس تتخطاها وتجمع مهارات، هذه المهارات طبعا مهارات متعددة، من ضمنها مهارات الريدينج والرايتينج والسبيكينج والليسنينج. فنبدأ بأول درس، إذا تضغط عليه هنا يظهر لك اختر كلمة لولد باللغة الإنجليزية. ولد باللغة الإنجليزية هو boy. راح تسمع أيضا السبيل او راح تسمع الكلمة وتقول له تحقق، اصبت، صحيح، تستمر، بنت، girl، I، انا،
لاحظ هنا أنا منطيك خيارات أنا. ما هي الكلمة المقابلة لكلمة امرأة باللغة الإنجليزية؟ Women. Woman. رجل. Man. Man. Am. 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 هذه الفعل هنا الفعل am. المساعد am. Am. افتهمنا. هذه الفعل المساعد am. الفعل المساعد am هي يسمونها من أفعال الكينونة. فلذلك هو am معناها فعل هو متعلق بكلمة بالاسم I اللي معناها أنا. فI am أنا أكون. فهذا الفعل هو بمعنى أكون. A boy. A boy. هنا كلمة هنا A boy. الA هنا أدوات التنكير من أدوات التنكير. فboy ولد. فأي هو ولد ما، فإذا هو ولد وليس الولد، تختار ولد. بعد أن كملت هذه الكورس أو كملت هذه المهمة راح يعطيك عليها عدد من النقاط، النقاط الخبرة راح تمنح إليك، وبالتالي يمكنك التقدم إلى دروس أخرى. هذه الدروس تتنوع بين أنه أنت تختار من خيارات، بين أن تكتب مقال صغير أو تكتب جملة صغيرة، أو بين أن تستمع إلى كلام وتعيده. هنا أنا راح تظهر إنجازاتك. انتهى الدرس اليوم، منحت 10 وهنا أنا أيضا تم فتح الإنجاز. لاحظ هنا أنه أنت عندك أساسيات واحد كمل، تقدر تضغط مرة ثانية وتكمل أساسيات اثنين، وهنا أنا راح تظهر لك إنجازاتك اللي أنت كملتها. طبعا أنت راح تقضي الوقت الكافي اللي يناسبك على هذه المنصة، وإحنا أنت ما دام منضم إلى الكورس، منضم إلى الصف عفوا في منصة دولينجو، فإحنا راح نتابع إنجازاتك، وأيضا راح نشوف أنه إحنا نعطيك أساينمنت خاصة بمنصة دولينجو حتى تأديها في وقت معين، وبالتالي تمنح النقاط الإضافية. طبعا النقاط الإضافية تتيح أو تعبر عن مدى إنجازك أو مدى تقدمك في الكورس. تقدر تعدل على معلوماتك من خلال صفحتك الشخصية، صورتك، اسمك، بعض الإعدادات، كله موجود هذا باللغة العربية. وايضا هنا ممكن ان تمنح التيجان اللي هي المستوى اللي راح انت توصله، مستوى مهاراتك، وهذه الهدف اليومي. النقاط حاليا انت اللي محصله 15 نقطه من اصل 30، وهنا مدى تقدمك خلال يوميا راح يكون. احنا ايضا راح نتابعه، لان احنا نقاطك ومهاراتك راح نتابعها من خلال الصف، وتقدر انه تشوف هنا بعض الاعدادات وتستمر بالأساسيات. مثلا تستمر بإكمال مستوى معين وتقول له ابدأ، اختار كلمة تفاحة. Apple. She. هي. I eat. أنا أكل. أنا أكل. اختار كلمة ناقصة. I eat apple. هنا شنو راح تستخدم انت للتنكير؟ I eat انا اكل، لازم تقول تفاحة، يعني اي تفاحة. ف I eat هنا ادوات التنكير هي يا اما اي يا اما ان. الاي تستخدم في حالة اذا كانت الكلمة اللي تريد تتنكرها تبتدئ بحرف يعني حرف ثابت constant وليس حرف علة، والآن تستخدم إذا كانت الكلمة اللي تريد تسوي لها تنكير هي تبدأ بحرف علة. فحاليا apple هي كلمة تبدأ بأي، والأي حرف علة، فما نقدر نقول I eat a apple، لا I eat an apple. A man and an apple. رجل وتفاحة. فهنا تكتب رجل وتفاحة، تختار خيارات الترجمة. He is a man. هو رجل. هو رجل. هو رجل.
ما هي الكلمة أو المرادف الصحيح لهذه الكلمة؟ He is a woman, he is a man, he is a water. فأكيد هو رجل فهي is a man. وبالتالي تتقدم. لاحظ أن الموضوع عبارة ممتع وعبارة عن أشياء سهلة وأشياء سهلة وأشياء سلسة وأشياء يعني تقدم في هذا في هذه المنصة والتدريب في هذه المنصة جدا ممتع وبإمكانك أن تعيد المهارة إذا أخطأت. طبعا لك 3 أرواح ينطيك في المهارة. هسه إحنا دا نشوف نبدأ مهارة ثانية وخلينا نخطأ. خبز هي المفروض بريد لكن راح اختار water. غلط. طيب هذه هسه روح صار. اختار الكلمة لماء هو water راح اختار apple. He drinks. هو يشرب. Drinks. فاكتب هو يشرب راح اكتبها صحيح. I drink and eat. انا اشرب واكل راح اقول انا أشرب وآكل مفروض أختار تنكير حتى يصير غلط. مو مشكلة ممكن أن أنت تخطأ وراح يكرر عليك الأسئلة أخرى حتى تجتاز هذه المهارة. فأي water أنت شو تسوي للماء؟ أكيد الشربة. فأي drink وليس drinks. I drink water. The man and the woman. The man الرجل هنا the أداة تعريف the أداة تعريف فالرجل والمرأة الرجل والمرأة. She eats. هي تأكل. هي تأكل. اختار كلمة الخبز bread water. شوف أعاد عليك الأشياء اللي أنت خطأت بيها وبالتالي ممكن أن تخطأ أي عدد من المرات وتكمل الدرس إلى أن تتقن المهارة اللازمة. I drink and eat. بالتالي أنت تمنح النقاط وتمنح التقييمات قدمت بالمنصة وبالدروس. لاحظ منحت أنت تاج لأن أنت وصلت إلى مستوى 1 في الأساسيات وبالتالي المحتوى التعليمي راح يكون أكثر صعوبة وبالتالي أيضا راح تفتح لك مهارات أخرى ممكن أن تكملها وتنتقل إليها. كل ما تحصل على تاج تفتح لك المهارات الشجرة اللي تحتها. بالتالي لاحظ أنه أنت حصلت على تاج معناه مستواك الأول وهنا أنت أكملت هدفك اليومي. تقدر تستمر عادي يعني أو تقدر تتوقف ليوم آخر. وهنا هذه اللينجوت هذه عملات افتراضية من منصة دولينجو لشراء أشياء متعددة وأشياء يعني تساعدك في المسابقات اللي تكون هنا ضمن قوائم المتصدرين. هذا هو كل ما يخص برنامج أو منصة دولينجو. تسجيل يجب أن يكون عبر هذا الرابط أو على الأقل عبر رمز الصف في دولينجو حتى يتيح لنا أن نتابع تقدمك. وقبلها يجب أن تسجل في منصة جوجل كلاس روم. بالتالي ممكن أن نتابع تقدمك على منصة دولينجو من خلال منصة جوجل كلاس روم وأيضا من خلال الصف اللي إحنا منشئينه هنا. أتمنى أن يكون الشرح واضح. هذا كان شرح عن برنامج أو عن منصة دولينجو. إن شاء الله في الحلقة القادمة في الدرس القادم نشرح عن منصة الفوسكرين وكيف نتعامل مع منصة الفوسكرين وأيضا ما هو الأشياء أو الدروس القادمة في كورس اللغة الإنجليزية. كان معكم نوار السيلاوي. أتمنى لكم أطيب الأوقات وأمتع الأوقات وأكثر الأوقات فائدة في التعلم ضمن منصة دولينجو. وإحنا كنا حماس أنه نتابع تقدمكم خلال الأيام الكورس على مدى الشهر وبالتالي بعد تخطيكم الواجبات اللي ممنوحة لكم. الواجبات اللي ممنوحة لكم عبر منصة دولينجو هي عبارة عن نقاط مستوى من النقاط أنتم توصلوا له أو مهارات تتخطوها وبالتالي تمنح لكم الدرجات والتقييمات لتخطي هذا الكورس. شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم أطيب الأوقات. مع السلامة.